ومن اخبارنا المحليه ايضا اعلنت مديريه الامن العام اغلاق جسر الملك حسين امام حركه المسافرين المغادرين والقادمين اغلاقا تاما اعتبارا من اليوم وحتى اشعار اخر وذلك بناء على قرار الحكومه للحيلوله دون انتشار فيروس كورونا وقالت المديريه ان حركه الشحن ستبقى كالمعتاد دون اي تغيير كما ستعامل الوفود الرسميه والدبلوماسيه كما كان معمولا به سابقا ودعت اداره امن الجسور المسافرين الى مراعاه توقيت فتح واغلاق الجسر توفيرا لوقتهم وجهدهم